فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز دفع الزكاة إلى من عليه دم لعتق رقبته من القصاص؟ هل يجوز دفع الزكاة إلى من عليه دم لعتق رقبته من القصاص؟ وهل يدخل هذا في قوله سبحانه: وفي الرقاب؟ لا، ما يدخل في الرقاب، يدخل في الغارمين. هذا غارم، غارم لنفسه، يفدي نفسه من القتل وليس عنده ما يسدد، فهذا يعتبر من الغارمين. نعم.